ننتقل إلى دير زور لمتابعة آخر التطورات هناك مع مراسل الإخبارية السورية أحمد الحمدوش. تحية لك أحمد. إذا وحدات من الجيش العربي السوري تدمر تجمعات وتحركات لتنظيم داعش الإرهابي في دير زور، ماذا عن التفاصيل أحمد؟ نعم زميلة سناء، تحياتي لك ولمشاهدي الإخبارية السورية. وجهت وحدة من الجيش العربي السوري عدة استهدافات باتجاه تجمعات وتحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تركزت هذه الاستهدافات في محيط الفوج 137 إضافة إلى أحياء الرشدية والحويقة والأرضي وإضافة إلى محيط المطار العسكري ومنطقة المقابر وقرية البغيرية. كل هذه الضربات كان لها تأثير مباشر على الإرهابي وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. قبل قليل أيضا كان هناك غارات لسلاح الجو في الجيش العربي السوري استهدف أيضا تحركات ومراكز لتنظيم داعش الإرهابي في قرية البغيرية ومنطقة المقابر، و كبد الارهابي خسائر كبيره ايضا ودمر لهم عدد من الاليات كانت تتحرك في محيط تواجد وحدات الجيش العربي السوري. نعم. موضوع يعني ايضا محافظه دير الزور والحكومه السوريه تبذل كل ما في وسعها من اجل تامين الغذاء لاهالي مدينه دير الزور وخصوصا في الاحياء الشرقيه بعد محاصرتهم من عناصر تنظيم داعش الارهابي. كان هناك اسقاط عدد من النقلات تحوي مواد غذائيه، طبعا كل هذا جاء لتخفيف اثار الحصار وخصوصا نحن في شهر رمضان المبارك. نعم احمد، بالنسبه للتصعيد الارهابي بالامس كان هناك تصعيد ارهابي، هو تصعيد مستمر بطبيعه الحال منذ فتره، واستهداف بالقذائف لاحياء مدينه زور من قبل ارهابي داعش، ماذا عن التفاصيل ايضا؟ نعم زميله سناء، يعني تنظيم داعش الارهابي كلما توجه وضربات من قبل ابطال الجيش العربي السوري يقوم باستهداف المدنيين الامنين في احياء مدينه زور بعدد من قذائف الهاون. طبعا الاستهدافات كانت في منطقة الجورة وأحياء القصور، كان هناك عدد من الشهداء حسب ما صرح لنا مدير صحة دير الزور، كان هناك 14 شهيد وعدد من الجرحى. طبعا العدد الكبير نتيجة انه سقوط هذا الهاون كان في شارع الوادي، هذا الشارع الحيوي الذي يعتبر هو السوق المركزي في أحياء مدينة دير الزور المحاصرة، وكان القذائف في قبل موعد إفطار بقليل، فكان مكتظ في عدد من اهالي مدينه دير الزور ما ادى لارتفاع عدد الضحايا من شهداء وجرحى من اهالي مدينه دير الزور. الرحمه على ارواح جميع الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات احمد الحمدوش مراسل اخباريه سوريه في المنطقه الشرقيه، شكرا لك.